لبن من هذا طباخ ابوي واللبن لبن طباختنا. لا لا يبين اكل بيت يبين لو وانتم تطبخون لبن لبن فريد. لا لا هذا لا لا هذا الاكل لا مو اكل فريد شويه. واللبن واللبن اساسا يعني في ليمون، احنا نحب الليمون ببيتنا. ما في معلقة الليمون والمعبوس اوكي. شوف لين ما بيحكي خيو. بعدين تعالي شريك هيا رجال المعلقة خذ المعلقة. ولا ولا اسكت شوي ولا الحين اشرو شريفة اذا اللبن لبن فريج سويل خلاص لا تشربين هم يبونه. شربتي خلصتي انزين. صمت الامل يا ناس يا عالم في قمر ضايع اسمها سارة احبها موت حبيبتي وانا بعد احبها. وين ضعت انت كانت موجودة يعني وين؟ انزين عندنا غدار حبتين حمود ليش ما تلعب مع ريال مدريد؟ اكل يا ولد اكل يا ولد ما يدري عنك سطام يا ولد انت صالح مساء الخير محمد زيد زيد انت لو ما كليت على فكرة الصينية كلها ترى بتختفي. زين محمد يا تاكل لأن لا تسأل لأن الجلاد كذي قاعد ياكل قاعد يقرا كومنتات كذي قاعد يقول ياكل بس لا ما تاكل لا تاكل اوكي يلا ما ياكل روان صالح فاتح حمود رضا هالمقلوبة لازم تتوصل له اكيد راح نوصل حق حمد رضا لازم ياكل. سعود العنيدي سلام عليكم شلونكم الجلاد سولف عن مباراة ريال مدريد احلى حبتين ان شاء الله من عيوني اكيد راح اسولف عنها حبتين حقك واحشني. عندنا عبد الله عبد الرحمن مساكم الله بدري شلونكم تدرون كانت على هالاكل مشعل الشايع على طار الشايع ايش رايكم تستضيفونه مشعل تحيه كبيره حق مشعل الشايع اكيد اكيد نودي له احلى تحيه ونقول له حبتين. شنو بعد عندنا كومنتات شو دقاته شنو بعد في اوكي المفروض ابو اسرار يشترك في برنامج صفرتنا ولا ايش رايك اسرار الله خلاص خلاص نحاول نسوي وصفه نسامي شريده يبكم بار احنا خلاص احنا راح نقول حق ابو اسرار انه برمضان يمتعنا بالحلويات اي لا ترى هو مو طباخ ايش فيكم ترى هو شاطر بشغلتين عيش بخاري والزبيدي وشغل باربيكيو ما باربيكيو والمقلوبه بس شلون فنان بالزبيدي؟ اي مالت ابو اسرار زبيدي اوكي زين عندنا افعالكم تستاهلون. عندنا روان مساء الخير منورين احلى تحيه حق الجلاد اسرار شروق زيد وين حمود رضا عسى ما شر طبعا محمد رضا عنده امتحانات وادعوا له الله يوفقه ان شاء الله. زوبه يبا اكل انت ايش فيك انت اكل انا اكل فاصل انت تستحي اي فاصل اكل 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 يبا اكل كاهل قفشه شريف اكل اكل بس اكل بالفاصل سيف يا ولد الرجاجيل ما يستحون ما اعرف اكل على الهواء يبا اكل اكل شوف شلون قاعد يختار اي الرجاجيل ما ياكل جري اكل 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 ينقنق 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 الحين ريال بالقفشه والله لا الريال مو بقفشة معلش لا 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 الريال اكل اكل يا ابو جاسم لا ما اعرف انا شو اسمه ايه انا بعد اكل قفشتين يلا زين ما هذا يعني كنا اول مطعم صيني شوكه وسكينه محمد زيت حتى اللبن يشربه بقفشه بعود يلا يعني ساعة طيوبه مدريديه انا من رايي اشفط اشفط العيش اشفط العيش اشفط بعود بعود اشفط العيش حبيبي سوي كذي محمد عود عود بالعيش بالعيش عشان لا تحس ان انت قاعد تغص بس خلاص حرام 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 عيونه قامت تلمع حرام شبعت واحد ما ياكل وياكم لا 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 والله بالعافيه بالعافيه زيد زين ما راح اطالعك والله لا لا اكل انزين انا اقول بعد شنو عندنا احبكم وايد وحبتين لكم زوبا احلى تحيه لك زوبا شو اسمه؟ زوبا خلنا نشيك اذا في ابديت بس ما في ابديت ما في ابديت زين حمود الله هو موجود صار علق على الاسم زين قول اي شيء على ما طلعت تويتر كل اللي اقدر اقوله بالعافيه عليكم بس لا تنسون ولا تسولفون والله انا بدي اشارككم بس انا مالي خلق اوصخ ايدي ما قصر اي والله ما قصر ابوك ما قصر لانه مالي خلق اروح اغسل ايدي صدق مالي خلق ما ادري ما ادري مالي خلق اروح اغسل ايدي واي لا الديايه فيها دهن واي ما اقدر لا عادي يلا لا عادي بس انا الاكل الواحد لازم يغسل ايده عادي بس انا لان مالي مزاج انا اروح اغسل تاكلوا وروحوا تروحون تغسلون ايدينكم في ديتول عند المواقف فما عليك ابطش تروحي لا بنات اخر السايد صراحه دلع زين اسمع يا الاف على قولتهم ذكر الله واي اللي اذكر الله على منو يعني انت تقولين افه ذكر الله قاعد مو انا اللي هذا اللي مكتوب لك تقولي لهم ذكر والله يعني المفروض تردين عليهم ذكر والله اوكي باربي واي اللي لابس اصفر يعان ليش كذي ياكل بعنف خف علينا يا الافه من هذا باربي والله يا باربي اذا شفتي اكل بو اسرار وتجين من بيتكم يعانه وناطره الغداء هذا يوصل فراح اكل زين يعني في اتصال جاي لنا من ابوي ارد ولا ارد مخرجتنا اقول لكم بس تقول عليه خربد عليه ونبطل السبيكر بس ما صوته كانوا قاعد ياكلون الحين يدقون عليك رد على تليفونك 959 قاعد يشوفنا
زين يبا يبا انا على الهواء خلي يرد انا من عندي في روح لازم تقرين انت وتقولي يلا اوكي مين بيجي يقول محمد جلاد لبن كلكم قاعدين تطالعونه وهو ياكل ويبي لبن ما حد جاب له وشروق اذا تبين اكله عادي حبيبتي انا لو ابي اكل راح اكل دونت وري ميمي 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 لا تحطين ترى شروق ما تستحي يعني بس هي يعني مو حابه يعني لا والله انا عادي تراكل بيدي يعني ما في اي مشكله بس مزاجي مو على لان قبل شيء قبل لا اطلع هوا ما اكل هارديز يعني فعشان شيء تخيل ما مطاعم هارديز ولاول مره شروق قبل لا تطلع على الهوا تاكل فانا كليت يعني عشان قبل اخذ لا مو حلو يعني الواحد ياكل بيده خصوصا اذا بنت اساسا حالات الاكل بالايد لا بس انا يعني اذا البنت قاعده قدامي تاكل بيدها ما اقدر اطالع منو؟ السلام عليك واي يا انا بقول لك على ما انتم تاكلون انا راح اكل لك العيش بالشوكه خلاص عشان تطالعون ترى لجيتوني قاعد تهاوشون على النعمه سمعوا انا بقول لكم شيء اريد مزيدا من الماء اقول لكم فيه زين بقرا بكمل قرايه وهذا كنا طعمه ماي انت على بالك يعني عصير شباب ممكن نكمل شباب انجوي هاي الشوكه ما يخلصون اكل لا لا ليش اقرا اقرا هاي شلونكم بالعافيه حمود بليز حمود ابيك تغني بليز اذا تقدر ابي اغنيه عبد الله يا عونك ما يشوف بليز احبكم تحياتي هذه عبد الله يا عونك هذه اغنيه حق شو اسمه حق الملك ما اعتقد ان انت راح بس انا طبعا صعب ان انا اغني يعني انا الحين وقت اكل يعني بيس كويت احلى تحيه حق اسرار وابو اسرار وبالعافيه جلاد شكرا احلى تحيه لكم بيس ريون اسرار خلي ابوك يشترك في توب شيف صدقيني بيفوز هذا اللي انا قلت لك لا بس انتوا ترى ابوي مو طباخ ابوي يعني شاطر بكذا شغله معينه مزاج يعني مزاج فاتنة التواجري في ديت شريف اسرار بعد اسرار شروق نقول الو نقول الو شروق ما نقول الو اكيد بس بنقول الو مساء الخير معنا الشيف خالد الحجي معك الطباخ خالد الحجي مره واحده خليتي شيء معك معك يبا نقول معنا معنا ابو اسرار الجميل اللي ضبطني اليوم انا لك ما قاعد اطالعكم دام انك قاعد تكلمني من تلفونك اصعد فوق الدار شغل رقم 13 قناة الشاهد لان مبرمجه بالدار عندي ابيك تطالع ردة فعل الشباب اللي عندي شلون قاعدين ياكلون الاكل الحين ابيك تطالع زين اي سكرو خل اصعد ودق عادي زين انت مو وياك على الخط عادي لكن عليك من ارضي عادي عادي ما يحسب عليك ولا علينا لا احد الان مو على هواء من اسراء منار زين خلاص اوكي شريفه قطع الاتصال دق علي بعد 5 دقائق تعالي شوفي نادي منار بس اقرا في شغله اقرا لك اياها طبعا بس للتنويه منار هذه اختي الكبيره اختي الكبيره توجه تحيه حق ابو اسرار وحق اختها منار الكبيره منار ولا منار؟ وحق فراوله طبعا كلهم كل المتواجدين بالبيت انا اوجه لكم احلى تحيه تكفي ان اليوم ابو اسرار يعني مضبطني وجايب لي زين سمع امي مقلوبه زين احنا قطعنا سمع على ما يجيب العائله كلها وباتمني وكانتي والسايق عبد القادر نرد نتصل فيه مره ثانيه عبد الله سند يقول لك اسرار اذا تقدم لك اردني توافقين؟ والله كلكم على راسي حبايبي بس انا حتى بالكويتي ما افكر اتزوج نهائيا فشايله من يدي الموضوع نهائيا فاتنا تويجري والله له وحشه حمود رضا الله يوفقه يا رب ان شاء الله امين ريون الله يوفقك اجمعين اجمعين انا رد بدال محمد ريون الله يوفق محمد رضا يا رب تنجح ان شاء الله امين الو يبا وصلت فوق هو موجود على الخط الو لا قطعوا الخط وردوا الو ابوها شكله شو اسمه للحين قاعد يصعد قاعد يصعد للحين ما وصل الو صعد 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 الحمد لله الحمد لله قاعد طالعنا اي قاعد طالعك قاعد تشوفنا اي قاعد اشوف قاعد اسوي لك تصويت انك تدش برنامج طبخ ان شاء الله عمي ابو اسرار انا على الاكل يا جماعه خلوا يعني انا اقول لك مشكور وما قصرت صراحه وعلى فكره يعني ترى عليكم بالعافيه والله يعني والله ترى انا صراحه طباخك ينن بس انا راح اخلي الوالده تعطيك دوره انت وخالتي ام اسرار حق فقط حق الاكلات الاردنيه وانت ما شاء الله عليك شكلك نفسك طيبه عشان كذي انا كليت نص الصينيه على فكره يعني بالعافيه بالعافيه طول بعمرك ان شاء الله وطبعا انا انطر منك شكلكم مو قالبين كثر ليش؟ شو اسمه؟ ايش نقلب فيه؟ احنا ما بدانا انقلب المفروض انقلب لا هم قالبين وخالصين محمد يعرف محمد انا اعرف اي هذه عندنا احنا لما نجيب المقلوبه نحطها على كذي بالصينيه بعدين نقلبها عشان نسميها مقلوبه هذه هي الطريقه اي بس هو يبا هو حتى هو صحون ما نطر القفشه ما نطر اللبن شربه بالمال بيبسي ما شاء الله عليه ماكو في الاكل بنفسه
طبعا هو زي ما يمسك الصينيه ويسوي لها كذي. بس لا لا بس ما شاء الله عليه ابوك يعني صدق اثبت لي انه محترف بالذات انه قال الطريقه الصح اللي هي مات المقلوبه ان احنا لازم المقلوبه تكون بالجدر وبعدين نجيب الصينيه اللي هي هذه. لو كان يمدي لحم كنت سويتكم لحم. خلاص المره الجايه المره الجايه. لا انا قلت حق اصرار لا ما نبي لحم نبي شو اسمه زبيدي. يا زبيدي. لا المره حياكم البيت عندي ان شاء الله. بدي تروح وني نصور بعد تقرير ان احنا بيت اصرار. ابوي مواليد تكساس ما تدرون. يبا الكنترول يسلمون عليك وشريفه تقول لك عمي انا احبك وايد وانت ابوي الثاني. الله يسلمها الله يسلمها ويطول بعمرك ان شاء الله وما قصرت وانا صراحه تمنيت كل واحد مو ماكل شوي محمد شوي شوي اشوفك شوي شوي اشرب ماء مو انا اليوم الوالده زعلت علي عبالها ان انا ما راح اتغدى اقول لها ما ابي اتغدى تقول لي ليش اقول لها ما ابي اتغدى الحين كذي قاعد طالع فالحين هو انا هاي اقول شغله حق الوالده يعني ترى الجلاد ما يطوف يعني لا تخافين عليه سواء غدا عشاء بين الغداء والعشاء بين الصور هي طبعا ام الجلاد ما يطوف يعني هي عمتي بينها وبين ام الجلاد طابق ماكو احنا بابا عمتي ام احمد عشاء عجبكم ان شاء الله إيه والله صراحه امك راح تصعد حق عمتي ام احمد سيدا الحين قلت له شوف ودي عيالك طبخ طبخ اخوك اللي يمك ما قاعد ياكل ليش؟ لا هذا يصيح يقول انا ما مو مصدق ان هذا دياي لا انا اقول لك هو ياكل القفشه بعود العيش بعود لا هو قاعد يطالع الجلاد شلون قاعد يسوي كذي بالاكل انا لا بالعكس لا بس انا ناطر الفاصل واعطيه ان شاء الله بعد الفاصل عمي بتلقى هالمكان هذا كله ما في منه شيء بالعافيه الله يعافيك الله يعافيك يبا يلا احنا الحين نخليك ونبي ندش موضوعنا مشكور ما قصرت شوي محمد ريح بباطي يطول لي بعمرك ان شاء الله مشكور ما قصرت واحلى حبتين لك وهذه بوسين على خدك ايش تبي بعد الله يسلمك طول لي بعمرك ان شاء الله يا غالي في ديتك ما قصرت يا العود حبيبي مع السلامه الله يسلمك مع السلامه باي 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 يلا نكمل يقولون باي اي قاعد اسمع شاي باي طبعا انت اكل بالعافيه انا بكلم محمد زيد ومحمد شروق بس عندي بس اخر شيء جماعه شو اسمكم مونتاج اخر شيء ليو داي احلى تحيه زيد وشروق والله انتم مذيعين تستاهلون كل خير تسلم او تسلمين ليو داي بنت رنوش اس اتش رنوش عسى ماشر حمود رضا وينه قلنا عنده امتحانات يبا قلنا من امس عنده امتحانات والريال نوه امس قال انه عنده امتحانات ادعوا له ان الله يوفقه ويجيب لنا نتيجه حلوه والله يا حمود بيس كويت مساء الخير يا قادرين منورين وعدتونا الله يهداكم واحلى تحيه لابو اسرار احلى تحيه لك بس يا جماعه انا تذكرت شيء سويته غلط انا المفروض ما ادق على ابوي لان اختي يما وانا لابسه بلوزتها طلعت حراميه وهي قالت لي لا تحتفين باب داري انزين على ما تاكلون في بس تعليق انا حابه ارد عليها ريون تقول انت تشربون مع الغداء لبن شلون انا اللي عارفه بيبسي بس اول مره اسمع ان لبن اصلا عمره الاكل ما يوكل اساسا حلاته مع اللبن يعني البيبسي زين على قبل كان في بيبسي بس لا لا حتى الحين الغلط ترى على فكره بس معلومه مشاهدينا اقول لكم اياها منعا باتا نهائيا الاكل حتى وانت تاكل ما يصير تشرب ماي الا عقب الاكل صحيح. واللبن هو اللي يهضم واذا كان اللبن خاثر هو الصح لانه هو اللي يهضم البيبسي والغازات هذه عمرها ما تنوكل مع اي وجبه من الوجبات البيبسي طير فايده الاكل يعني غازات ويتبس البطن وغير هذا السمك ما يصير تشربه مع اللبن هذه ما عصير الاناناس حارق للدهون فيعني عادي شربوا اناناس شاي اخضر بعد شوي راح يصير الشفتات عليهم فاصل نرجع لكم طبعا اكيد ردنا لكم من بعد الفاصل واقول الف شكر والف ثانكس حق ابو اسرار الحجي ما قصرت يعني صراحه الاكل وايد جميل جدا لدرجه ان انا ما شاء الله يعني كليت عن 10 يا قوم اني ما اعلم هذا طبعا للعلم بس يبا اذا انت قاعد طالعنا للحين صار في تحدي بينك وبين اختك الكبيره عمتي ام احمد دقت وقالت انا باكر راح اسوي الجيمات ومحمد انت اللي رحت مرتخبه منها احلى حبتين حق خالتي ام احمد واقول لك صراحه فديت روحك صار لي كم يوم ما قاعد اشوفك بالمنطقه اشوفها ظلمه عندنا مو منوره اكيد في شيء صاير مسافره ولا مني بس على العموم المهم انه باكر هي قالت احلى حبتين وباكر لازم اي اخذ منك الجيمات تدرين انا يعني اهم شيء عندي بطني
اهم شيء عندي بطني مو طويل بعمرك يوم غدا وباكر حلو الله يخليك عيالك ايش انا مضبطتكم اي اكيد انا ما يطلع مني شيء ولما يطلع مني شيء والله من غير بس اللي هالايام بتاكلنا اي عم تقول ايش في الحجي صاروا طباخين ولا شنو بتاع جبنا بتاع كله